كيف حالكم أول؟ كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بخير إن شاء الله تعالى. معكم المعلمة رامي العتوم من أكاديمية الذكاء الدولية. اليوم سأكون معكم إن شاء الله في هذا الفصل دوما في مادة اللغة العربية والمواد أجمع ما عدا الإنجليزي والمواد الإنجليزية. في مادة اللغة العربية بدأ كتابكم بالتهيئة، بدأ الكتاب لديكم بتهيئة، هذه التهيئة لديكم، إنها لكم ونشاط لكم وليست لنا إن شاء الله، حلوها أنتم في منزلكم، هنا للأشياء المختلفة وهنا قوموا بتكملة الحرف بالتعليم أو بالتحديد على النقاط المنقطة لديكم بتكملة الحرف. نبدأ أنا وأنتم إن شاء الله بوحدة أسرتي، وحدة أسرتي، لكن نبدأ أنا وأنتم أولا في نص استماعنا لوحدة أسرتي، نص استماعنا لوحدة أسرتي. من عنوان درسنا أسرتي، من هي الأسرة يا أول؟ ما هي؟ أحسنتم، الأسرة أو العائلة هي التي تتكون من أب وأم وأبناء وأخوتي، من أبناء وأخوة وأم وأب وجد وجدة وعم وأعم وعمة خال وخالة وغيرهم الأقرباء. إذن هذه هي أسرتي، هذه هي الأسرة. تعالوا نرى أنا وأنتم ونستمع أيضا إلى نص استماعنا الموجود لدينا صفحة 6 في الكتاب، موجود لدينا صفحة 6 في الكتاب. أريد منكم أن تستمعوا جيدا لهذا النص لأنني سأسألكم عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هيا يا أول. دتنا أسرتي، أسرتي. أستمع وأردد، أستمع وأردد. جلست نور وأسرتها، جلست نور وأسرتها في حديقة البيت. لعبت نور وعامر بالكرة. تناولت الأسرة الحلوى. ما أجمل أزهار الحديقة. هيا معي نعيد نص الاستماع وركزوا جيدا في نص استماعنا وحاولوا الترديد من ورائي. أسرتي، أسرتي. أستمع وأردد. جلست نور وأسرتها في حديقة البيت. لعبت نور وعامر بالكرة. تناولت الأسرة الحلوى. ما أجمل أزهار الحديقة. هذا كان نص استماعنا. أين جلست نور وأسرتها أيضا؟ نعم، في حديقة البيت. إذن جلست نور وأسرتها في حديقة البيت. مع من لعبت نور بالكرة؟ مع من لعبت نور بالكرة؟ نعم، لعبت نور وعامر، لعبت مع عامر، لعبت نور وعامر بالكرة. ماذا تناولت الأسرة؟ أحسنتم، تناولت الأسرة الحلوى، تناولت الأسرة الحلوى. ماذا قالوا؟ ما أجمل أزهار الحديقة، ما أجمل أزهار الحديقة. تعالوا الآن إلى اختيار الإجابة الصحيحة شفويا أسفل النص. جلست نور وأسرتها في حديقة، أحسنتم، البيت. هل جلست في حديقة المدرسة؟ لا. هل جلست في حديقة الحي؟ لا، جلست في حديقة البيت. لعبت نور وعامر بي، أحسنتم، بالكرة، ليست باللعبة وليست بالأرجوحة، لعبت بالكرة. هذا كان نص استماعنا يا أول. جهزوا كتابكم بهذه الطريقة لننسخ أنا وأنتم بجانب الصور إن شاء الله تعالى. سطروا جانب الصور لننسخ أنا وأنتم في الحصة القادمة بجانب صورنا. هيا يا أول، وألقاكم على خير إن شاء الله تعالى. دمتم بحفظ الرحمن وحبه أحبتي الصغار، وإلى اللقاء.